أسبوعين عم بشتغل كمنسقة إدارية طبية في عيادة دكتورة نسائية. بعد ما خلصت تدريب عملي ونظري في معهد تدريب إناث إربد من خلال برنامج ويليد، دربونا في المعهد على ترتيب الملفات وجدولة المواعيد وقياس العلامات الحيوية لجسم الإنسان. وبعد ما كملت تدريب أخذت شهادة مزاولة المهنة. قبل ما أشتغل كان صار لي 6 سنين متخرجة من الجامعة، اشتغلت أكثر من شغلة بس ما كان في استقرار وظيفي. لما سمعت عن البرنامج خبرت أمي وشجعتني كثير، والحمد لله اشتركت وقدرت أوفق بين أمور البيت والشغل. أنا بشجع كل أب وكل أم يشجعوا بناتهم على العمل في القطاع الصحي، لأن العمل في القطاع الصحي آمن ومناسب لكل فتاة. بعد ما بلشت أشتغل صراحة تغيرت نفسيتي وغيرت أسلوب حياتي، كان عندي وقت فراغ كبير، زادت ثقتي بنفسي كإنسان منتجة. هاي الوظيفة ساعدتني مادياً بإني أقدر أشتري احتياجاتي الشخصية وأساعد في مصروف البيت.